أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من كتاب الكافي الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب عن أحمد ابن محمد ابن عبد الله قال خرج عن أبي محمد عليه السلام حين قتل الزبيري لعنه الله هذا جزاء من اجترأ على الله في أوليائه يزعم انه يقتلني وليس لي عقب فكيف راى قدره الله فيه وولد له ولد سماه ميم حاء ميم دال في سنه ست وخمسين ومائتين كما ذكرنا في الحلقات الماضيه ان الناس كانوا يعلمون أن الخلفاء من بعد رسول الله اثنا عشر، لأن هذا حديث تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الشيعة يجهرون بأن هؤلاء الخلفاء الاثني عشر هم الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام كما انه تواتر عن رسول الله صلى الله عليه واله ان المهدي رجل من ولده يملا الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا وهذا كان يعرفه الموافق والمخالف والعامه والخاصه وحيث ان الامام العسكري الحسن العسكري عليه السلام كان الامام الحادي عشر، لذلك كان الشيعه ينتظرون ان يكون ابنه هو الامام المهدي، وكان اعداء الشيعه وخاصه السلطه العباسيه الغاشمه الجائره كانوا يعلمون بان الشيعه يعتقدون بان ابن الامام العسكري هو المهدي فلذا كانوا يخشون ميلاد الامام المهدي والله سبحانه وتعالى شاء بحكمته ان يولد الامام المهدي في الخفاء حفظا له، وأيضا امتحانا للناس، فالسلطة ما كانت تعلم ان للإمام العسكري ولدا، وأحد هؤلاء من الذين كانوا يرتبطون ببني العباس كان يلقب بالزبيري. الزبيري هذا كان قد صمم على قتل الامام الحسن العسكري، قال ما دام لم يكن له ولد فنحن نقتله قبل ان يولد له ولد، فلا يولد المهدي الذي تعتقد الشيعه انه يملا الارض، انه يملا الارض قسطا وعدلا، ليكونوا في راحة من زوال سلطانهم لكن الله سبحانه وتعالى شاء ان قتل الزبيري قبل ان يتمكن من ان يقتل الامام العسكري فالامام العسكري يذكر ان مشيئه الله سبحانه وتعالى وان قدره الله سبحانه وتعالى جرت فيه لان قضاء الله يجري ولا احد يتمكن من ان يغلب الله سبحانه وتعالى في امره وقضائه فان الله غالب امره زين الزبير من هو لعله احد سلاطين بن العباس لانه في فترة الامام العسكري ، حكم مجموعة من سلاطين بني العباس. في اواخر حياة الامام الهادي، في اواخر حياة الامام الهادي، واوائل امامة الامام الحسن العسكري، ثار الاتراك على سلاطين بني العباس، فبدأوا بقتل المتوكل ثم بعد المتوكل بفترة وجيزة لعلها ستة اشهر مات المنتصر ابن المتوكل ولعله مات مسموما ثم حكم المهتدي ابن الواثق وايضا قتل ثم حكم المعتز ابن المتوكل ايضا قتل حكم واحد آخر منهم أيضا قتل إلى أن حكم المعتمد أو المعتمد في أواخر حياة الإمام العسكري فطال حكمه في الفترة التي تلت حياة الإمام العسكري هذه فترة فترة اضطراب في ملك بن العباس فلعل الزبيري أحد هؤلاء كان يزعم بأنه يتمكن من قتل الإمام العسكري قبل أن يولد له ولد لكن الله سبحانه وتعالى جرت مقاديره وجرى قضاؤه فقتل الزبيري قبل أن ينال ما يريد وولد للإمام العسكري ولد سماه باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو المهدي وبعد ميلاده الله سبحانه وتعالى شاء اختيار الإمام العسكري إلى جواره فمات مسموما. خرج عن أبي محمد يعني الإمام العسكري، حين قتل الزبيري لعنه الله. إما أحد سلاطين بني العباس أو من يرتبط بهم، ولعله هذا الاسم كناية عن اسمه الحقيقي لم يذكر اسمه الحقيقي لعله التقية هذا جزاء من اجترأ على الله في أوليائه اجترأ على الله في أوليائه لأن الإنسان تارة مباشرة يجترئ على الله يكذب الله سبحانه وتعالى وتارة يجترئ على الله بالواسطة يعني مثلا يخالف الاحكام الصريحه الصحيحه التي انزلها الله سبحانه وتعالى هذا ايضا اجتراء على الله في احكامه يعني مثلا واحد يقتل النفس التي حرمها الله سبحانه وتعالى بغير حق هذا اجتراء على الله ولكن في احكامه تارة اجتراء على الله في اوليائه، يعني الشخص الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى وليا له، الانسان يعادي هذا الشخص، هذا عداوة لله سبحانه وتعالى، لأن الله جعله وليا، فلذا الإمام هنا يقول: هذا جزاء من اجترأ على الله في اوليائه، كل واحد يجترئ على الله. فان الله سبحانه وتعالى ينتقم منه في الاخره واضح بعذاب النار وفي الدنيا ايضا الله سبحانه وتعالى ينتقم منه لجرأته على الله في اوليائه واسرع الذنوب عقوبه البغي اذا الانسان بغى الله سبحانه وتعالى ينتقم منه في الدنيا قبل الاخره زين شنو كان جرأة هذا الشخص على الله في اوليائه يزعم انه يقتلني وليس لي عقب كان يريد ان يقتل الامام الحسن العسكري قبل ان يولد الامام المهدي لكن مقادير الله جرت ولا احد يتمكن من ان يقف امام مقادير الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى هو قادر على تغيير المقادير. انت هم تقدر بالتضرع تدعو الله سبحانه وتعالى كقوم يونس. قوم يونس الله سبحانه وتعالى قدر عليهم العذاب فلما تضرعوا الله غير القدر. لا قوم يونس. واحد يتمكن هو بنفسه يغير مقادير الله سبحانه وتعالى يغير مقادير الله سبحانه وتعالى كلا يزعم انه يقتلني وليس لي عقب فكيف راى قدره الله فيه يعني الله سبحانه وتعالى اهلكه قتله الاتراك او غيرهم اذا هذا الزبير هو من سلاطين من العباس من خلفائهم هو الخليفه اللي المفروض العبيد والجنود يطيعونه، نفس العبيد والجنود ثاروا ضده وقتلوه، وإذا واحد من المقربين للسلطة إما الخليفة أو غير الخليفة قتله، بعد ذلك الحديث شنو يقول؟ وولد له ولد سماه ميم ميم دال، هذا تقطيع للاسم، لأنه سيأتي في الأحاديث اللاحقة أنه في زمان الغيبة الصغرى، كان هناك نهي عن تسمية الإمام المهدي باسمه، وإنما كان يكنى عنه، وسبب ذلك سنذكره في الأحاديث اللاحقة. روايات النهي عن تسميته باسمه هذه خاصة بزمان الغيبة الصغرى كما سيأتي في سنة ستة وخمسين ومائتين ميتين وستة وخمسين طبعا المعروف أن ميلاده كان في سنة ميتين وخمسة وخمسين للهجرة لكن في هذا الحديث الراوي يقول أنه في سنة ميتين وستة وخمسين. شنو السبب في ذلك؟ فيه احتمالان الاحتمال الأول أن الراوي الذي ذكر هذا الكلام اللي هو أحمد ابن محمد ابن عبد الله هذا ما كان عنده علم بميلاد الإمام المهدي في سنة 255 وإنما علم بذلك في سنة 256 لأنه كما ذكرنا عندما ولد الامام المهدي ولد في خفاء في خفية والامام العسكري بالتدريج خلال سنوات اخبر بعض خلص الاصحاب بميلاده فلعل هذا الراوي اللي هو احمد ابن محمد ابن عبد الله اخبر في سنه 256 هو تصور ان الامام تو مولود هذا احتمال الاحتمال الاخر وهو احتمال قريب ايضا ان المسلمين كانوا يؤرخون السنوات من هجره رسول الله صلى الله عليه واله وهجره الرسول كانت في شهر ربيع الاول أول السنة الحسابية شهر محرم، المحرم أول السنة، هكذا كان في الجاهلية وهكذا أقره الإسلام، عندنا بعض الأحاديث عن الإمام الرضا وغير الإمام الرضا أن بداية السنة، طبعا بداية السنة الحسابية، هو شهر المحرم. طبعا بدايه السنه العباديه ليله القدر يعني من ليله القدر تبدا سنه جديده في اعمال الناس الى السنه القادمه اما السنه الحسابيه في الجاهليه كانت المحرم والاسلام اقر ذلك كما في الاحاديث هجره الرسول وقعت في شهر ربيع الاول، يعني مو في اول السنه اللي هي المحرم، في ربيع الاول. المسلمون في كيفيه حساب السنه الاولى صار عندهم اختلاف حسابي. البعض حسب نفس السنه التي وقع فيها الهجره، السنه الاولى. صحيح الهجره هي وقعت في ربيع الاول. لكن اعتبر تلك السنة اللي بدأت من المحرم شهريا قبل الهجرة اعتبرها السنة الأولى، وهذا هو الذي جرى عليه المسلمون الآن، البعض قال أنه السنة تبدأ من المحرم القادم، لأن الهجرة وقعت في ربيع الأول شهريا قبل الهجرة، كل هذه السنة ما نحسبها السنة الأولى المحرم القادم اعتبروه السنة الأولى من المحرم القادم فلذا في بعض التواريخ تشوف مثلا السنة تؤرخ 55 البعض يؤرخه 56 ليش اللي خمسة 55 هذا باعتبار أن سنة الهجرة هي السنة الأولى البعض اللي يؤرخ 56 هذا يؤرخ السنه الاولى السنه التي وقعت بعد الهجره سنه الهجره لا يعتبرها السنه الاولى وهذا كثير في التواريخ تشوف اختلاف سنه اكول لهذا السبب قبل ان يستقر امر المسلمين على اعتبار سنه الهجره هي السنه الاولى فاذا الروايات تدل على ان السنه الحسابيه تبدا من المحرم أقر الإسلام هذا الشيء الذي كان من قبله والسنة العبادية تبدأ من ليلة القدر في شهر رمضان الحديث السادس من أحاديث هذا الباب عن رجل من أهل فارس سماه الراوي سماه قال أتيت سامراء ولزمت باب ابي محمد عليه السلام فدعاني فدخلت عليه وسلمت فقال ما, ما الذي اقدمك؟ قلت رغبه في خدمتك فقال لي فلزم الباب قال فكنت في الدار مع الخدم ثم صرت اشتري لهم الحوائج من السوق وكنت ادخل عليهم من غير اذن اذا كان في الدار رجال قال فدخلت عليه يوما وهو في دار الرجال فسمعت حركه في البيت فناداني مكانك لا تبرح فلم اجسر ان ادخل ولا اخرج فخرجت علي جاريه معها شيء مغطى ثم ناداني ادخل فدخلت ونادى الجارية فرجعت، فقال لها: اكشفي عما معك، فكشفت عن غلام أبيض حسن الوجه، وكشف عن بطنه فإذا شعر نابت من لبته إلى سرته، أخضر ليس بأسود، فقال: هذا صاحبكم، ثم أمرها فحملته، فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبو محمد. العجلي يروي هذه الروايه عن رجل من اهل فارس، فارس تطلق على منطقتين، المنطقه الاولى كل بلاد الفرس، وهي تبدا من بعد العراق من الجبال وتستمر الى افغانستان والى دول الاتحاد السوفيتي السابق هاي منطقة خراسان الكبرى كل هذه المنطقة الشاسعة الوسيعة تسمى بلاد فارس وأيضا تطلق على منطقة ومحافظة في وسط إيران تسمى أيضا بمحافظة فارس هذا الرجل كان من فارس إما الفارس بالمعنى الأعم أو من منطقة فارس، محافظة فارس اللي هو بالمعنى الأخص. هذا الرجل جاء إلى سامراء، بيت الإمام العسكري كان بيتًا كبيرًا فيه برّاني، فيه دخلاني. يقول: لزمت الدار. يعني واحد ضيف مثلًا جاي عنده سؤال، عنده كلام، يجي يلتقي بالإمام. يجلس ساعة ساعتين يسأل مسألته يرى الإمام ويطلع، لكن واحد مستمر من الصباح إلى الليل موجود هذا يثير علامة الاستفهام أنه عنده شغل، قضية، شنو هذا؟ قد لزم الدار. فالإمام العسكري سأله شنو القضية؟ أنت جاي وقد لزمت الدار. فهذا أفصح مما في قلبه قال رغبة في خدمتك أريد أخدمك أنت إمام مفترض الطاعة وأنا أحب أن أكون خادما لك الإمام عليه السلام رآه أهلا هسه بعلم الإمام رآه أهلا أو رأى حسن ظاهره ورأى رغبته في خدمة الإمام فاستجاب له ما في مشكلة فالإمام عليه الصلاة والسلام قال له أنت ألزم الباب يعني يكون مسؤول عن الباب تفتح الباب تسد الباب تكون مثلا كالحارس للبيت واحد يدخل يخرج مثلا يكون أنت منتبه إلى ذلك زين فترة كان هذا عند الباب بعد ذلك صار من الخدم المقربين كما يقولوا له انه اشتري الحاجه الفلانيه الحاجه الفلانيه من السوق اشتري الخبز مثلا اشتري اللحم اشتري كذا اشتري كذا حوائج الدار لانه هذا صار من الخدم عملا بعد ذلك كان يدخل الى قسم الرجال بدون استئذان يعني اذا واحد هو ضيف اول مره داخل يجي إما يطرق الباب أو يقول يا الله أو يسلم عليهم حتى يقول له تفضل حتى يدخل الدار هذه من الآداب لكن إذا صار من الخدم بعد ما يحتاج أن يطرق الباب أو يستأذن إذا يدخل في قسم الرجال أو إذا رجال موجودون مثلا ما يحتاج إلى هذا الأمر يقول في يوم من الأيام دخلت والإمام عليه الصلاة والسلام في دار الرجال يعني في البراني قبل ما أدخل سمعت حركة همهمة فقال لي مكانك يعني إلزم مكانك يقول عندما قال لي الإمام مكانك يعني أوقف يقول لم أجرأ لا للدخول ولا للخروج بس تعبيرنا مثلا كأنه تكهرب لاول مره الامام يقول له اصبر زين ما يدخل لان الامام نهى عن ذلك حتى ما يخرج ما كان إلا طاقه للخروج زين هسه منو كان في دار الرجال وشنو الحركه وشنو الهمهمه لعله كان مجموعه مثلا من وجهاء الشيعة من خلص اصحاب الامام عليه الصلاه والسلام او لعله قضيه اخرى وكان قد أحضر الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام إما ليروه أو لقضية أخرى وكان في المهدي صبية يقول بعد ذلك خرجت جارية تحمل شيئا مغطى فتشي لا في عليه غطاء مو معلوم شنو هو عندما خرجت الجارية ناداني ادخل يقول دخلت لما انا دخلت الى قسم الرجال الامام نادى الجاريه ارجعي فرجعت مع الشيء المغطى الذي بيده فكشف عن غلام ابيض حسن الوجه يعني شال الغطاء هذا الشيء رأيت صبيا الغلام في اللغه العربيه يطلق على الرضيع الذي تو مولود هذا يقال له غلام إلى أن يبلغ ثلاثين عاما إذا واحد عمره خمسة وعشرين سنة أيضا يطلق عليه غلام ستة وعشرين سنة سبعة وعشرين سنة يطلق عليه غلام إذا في يوم عاشوراء الإمام الحسين ماذا قال لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا علي الأكبر عليه الصلاة والسلام كان قد مضى من عمره في ذلك الوقت 28 سنه مع ذلك الامام سماه غلاما وايضا القاسم غلام لم يبلغ الحلم عشر سنه عمره الرضيع ايضا يسمى غلام فكشف عن غلام ابيض رضيع كان يعني صغير جدا تو مولود بحيث انه تحمله الجاريه حسن الوجه، وكشف عن بطنه فإذا شعر نابت من لبته إلى سرته أخضر ليس بأسود، يعني عندما رفع الغطاء بان صدر الغلام إلى بطنه، يقول فرأيت في لبته، اللبة شنو هي؟ المنحر وين؟ بعد المنحر الوهدة شوية اكو ارتفاع في العظام، هذا يسمى اللبه يقول رايت شعر نابت من لبته الى سرته اخضر ليس باسود هذا يصف ما راه وصف وجهه ووصف صدره وبطنه وهذه من صفات رسول الله صلى الله عليه واله يعني الرسول صلى الله عليه واله حينما يذكر المؤرخون اوصافه من جملة أوصافه في جسمه أنه كان هناك شعر كالخيط، من لبته إلى سرته، هنا يقول أخضر ليس بأسود، لعله المراد من الأخضر هنا الأشقر الأشقر، لأنه شاع في اللغة العربية وكذلك في سائر اللغات، يسمون بعض الألوان ببعضها الأخرى، العراق يسمى أرض السواد، ليش؟ لأنه كثير الأشجار. الاخضر سموه اسود، الازرق يسمى اخضر، ما اظلت الخضراء، ولا اقلت الغبراء على ذي لهجة اصدق من ابي ذر، ما اظلت الخضراء، السماء يسموها خضراء، مع ان السماء شنو هي زرقاء. الازرق يسمى اخضر، تشوف احيانا مثلا عنب اسود وعنب أخضر فاتح شنو نقول؟ نقول هذا العنب الأبيض مثلا وهكذا تسمية بعض الألوان بالبعض الآخر هذا شاع الأشقر يسمى أخضر أيضا أو إذا كان سواد فاتح يسمى أخضر فإذا شعر نابت من لبته إلى سرته أخضر ليس بأسود هذا من اوصاف جسم الرسول صلى الله عليه واله، كما ان الرسول صلى الله عليه واله اسمه محمد الامام المهدي اسمه كاسم الرسول. جسم الامام كجسم الرسول ايضا حتى في هذه الاوصاف الخاصه. فقال هذا صاحبكم. الامام اشار الى هذا الرجل الفارسي وقال هذا صاحبكم. ثم أمرتها فحملته، فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبو محمد عليه السلام، يعني الإمام أراه لبعض الخُلَّص الخواص، وهذا الشخص الإمام عرفه بأنه من الناس المخلصين، ولذلك أراه الإمام المهدي حتى هو ينقل ويزول شك الناس، هذا أيضًا من أحاديث باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علماً ومعرفة بالأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.